الاب والابن والروح القدس إلهنا واحد امين اهلا أم بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجنا ساعة الهوى معنا وحكايه او معنا في حكايه والحكايه بتاعتنا النهارده حكايه قد يكون عاصرها كتير من الناس كتير مننا او اغلبنا سمع عنها وبياخد بركتها لغايه النهارده القصه بتاعتنا النهارده عن قصه امنا كلنا الست العذراء وتجليها في كنيسه الزيتون قصة عد عليها 56 سنة لكن الحقيقة بركتها ومفعولها ممتد لغاية النهاردة أيام قليلة يومين ونحتفل بتذكار ظهور الست العذراء أو تجلي الست العذراء في كنيستها في الشادون الحدث أو واحد من أهم الأحداث اللي حصلت في القرن العشرين وعلامة مميزة في الكنيسة تجلي الست العذراء هنراجع مع بعض بسرعة كده أحداث التجلي أنا عارف كتير من حضراتكم حافظها لكن خلونا نفتكرها مع بعض وبعد كده ناخد شوية مواقف مهمة قوي من قصة تجلي الست العذراء زي السنة دي كده يوم الثلاث اتنين أبريل بس سنة تمانية وستين مساء كده في منطقة الزتون وهي كانت منطقة في الوقت دوت منطقة هادية فيها كنيسة صغيرة على اسم الست العذراء وقدام الكنيسة دي كان فيه جراج كبير لهيئة النقل العام موقف الأتوبيسات بتركن الجراج فيه الأتوبيسات وكان فيه عدد كبير من العمال وعدد كبير من السوائي موجود في الجراج مساء والمنطقة هادية زي ما بقول لحضراتكم كده الكنيسة ما فيهاش أي أنشطة لاحظ بعض العمال اللي موجودين في الجراج إن في حد على قبة الكنيسة ابتدوا ينادوا بعض وابتدوا يشوفوا المنظر لقوا في نور على القبه بتاعة الكنيسه والنور ده ابتدى يوضح بقى واضح قدامهم ان في بنت شكلها جميل جدا موجوده فوق قبه الكنيسه وفي حاله شبه سجود. وبعد شويه كده لقوا ابتدوا يندهوا على بعض طبعا المنظر عجيب والنور غريب في الوقت ده ابتدوا يندهوا على بعض يبصوا على المنظر لقوا البنت ديت او الفتاه جميله المنظر وقفت على القبه. وكل اللي جه في بالهم لان القبه زي ما حضراتكم عارفين مستديره كده وصعب الوقوف عليها ان البنت دي هتقع قالوا دي بنت يأسانه من الحياه وطلعت فوق قبه الكنيسه ترمي نفسها لكن الحقيقه المنظر اللي قدامهم بنت واقفه على القبه منظرها ابتدى يوضح اكتر وتزداد جمالا ورغم صراخ الناس اللي تحت البنت خلي بالك اوعي تقعي لكن الصراخ ابتدى يهدى وابتدوا يكتشفوا ان اللي على القبه ديت هي الست العذراء. كان تعداد مصر في الوقت دوت 30 مليون يقولوا ان الخبر انتشر لل 30 مليون في ساعات قليله جدا ان الست العذراء ابتدت تظهر على قبه الكنيسه بتاعتها في الزيتون والجميل ان اول ناس شهدت القصه ديت مع عمال الجراج اللي اغلبهم غير مسيحيين. ابتدى الناس اللي موجوده في المنطقه اللي حوالين الكنيسه يتجمعوا عشان يتاكدوا ان ده ظهور حقيقي طفوا الانوار بتاعه الشارع وطفوا الانوار بتاعه الجراج وطفوا ومتاكدوا ان انوار الكنيسه مقفوله واضح ان هذا النور نور لا يتاثر او نور ملوش مصدر من النور بتاع الحكومه لا ده نور من عند ربنا واضح جدا وازداد جمالا وبهاء لما طفوا الانوار بتاعه الكهرباء بتاعة المنطقة فكان إعلان رسمي واضح جدا أن الست العذراء هي اللي فوق قبة الكنيسة اللي على اسمها اللي في ضاحية الزتون زي ما بقول لحضراتكم كده الخبر انتشر للناس وفي أول ليلة ابتدت الألاف تتوافد عشان تاخد بركة ظهور الست العذراء وتتمتع برؤية الست العذراء وتجليها فوق قباب الكنيسة بتاعتها في الزتون الظهورات دي ما كانتش ليلة لا دي كانت ليالي كتيرة واتمدت لأوقات كتيرة كتير من اللي كانوا عايشين في هذا الزمان شافوا ظهورات الست العضرة يقول لك إن أغلب سكان مصر شافوا هذا الظهور على مختلف انتماءاتهم واختلاف طبقاتهم واختلاف ثقافاتهم لكن الكل كان بيروح يتفرج على ظهور الست العضرة وتجليها فوق القبة بتاعتها في الزيتون الحدث أثر في المصريين كلهم مش في المسيحيين بس مش في الكنيسة الأرثوذكسية فقط لكن في كل اللي كانوا موجودين في هذا الزمان حتى وكالات الأنباء الغربية اهتمت إن هي تتابع الحدث دوت وترصده زي ما كتير قعدوا يرصدوا الكنيسة في الوقت دوت اهتمت إن هي تتحقق من صدق الظهور دوت او التجلي دوت وكان البطرك ساعتها البابا كيرلس السادس القديس العظيم رجل الصلاه فبعت وفد من مجموعه من الاساقفه يتحروا ويتحققوا من صحه الظهور دوت فعلا تحققوا وكل واحد من اللجنه البابوية اللي بعتها البابا كيرلس السادس شافت ظهور العذراء اكثر من مره ولمده ساعات مختلفه وتحققوا من الزهور والبطرخانه طلعت بيان رسمي تؤكد فيه ان الست العذراء فعلا تتجلى على قباب كنيستها في الزيتون. تجلي الست العذراء كان معاه زي ما بقول لحضراتكم كده توافد الكثيرين الى الكنيسه عشان ياخدوا البركه بتاعتها توافد كل اطياف الشعب كل فئات الشعب راحت تشوف وتاخد بركة الست العذراء وفي الوقت دوت الزهور كان عامل نوع من أنواع النهضة الروحية ناس بتستنى الست العذراء بتراتيل وتسابيح جميلة تظهر طول الليل والدسات كانت تقام وناس تتناول كانت زي نهضة روحية ومعاها ربنا كان بيسمح أن معجزات كتيرة تحصل ناس عندها طلبات ناس عندها محتاجة للشفاء معجزات مختلفة حصلت في الوقت ده وتؤكد ظهور الست العضلة الست العضلة تجلت وظهرت بأشكال كتيرة يمكن حضراتكم بتتابعوا أو شفتوا صور الظهور بتاع الست العضلة في كذا شكل مشهور لظهور الست العضلة وكان مع ظهورها دايما فيه أو في أحيان كتيرة في زي حمام وظهور الست العضلة كان اغلبه بيبقى بالليل في نص الليل وده وقت مش طبيعي لظهور الحمام لكن كان بتظهر اسراب حمام محيطه بالست الحضرة ريحه بخور كان تملى المكان ويشوفوا بخور طالع من القبه ويطلع للسماء مع الست العذراء طبعا البخور ده مش طالع من الكنيسه لان قبه الكنيسه مصمطه مقفوله يعني فالبخور ده واضح طبعا انه كمان بخور معجزي وزي ما بقول لحضراتكم كده كان منظر جميل جدا ومبهج جدا منظر ظهور او تجلي الست العذراء عند كنيستها في الزيتون في افلام كتيره وبرامج كتيره اتعملت على ظهور الست العذراء لكن بنعمه ربنا النهارده انا حابب اجاوب على كام سؤال او على سؤال واحد او حسب وقتنا كده على نقطه مهمه ليه ربنا سمح بظهور الست العذراء؟ أو ظهورات القديسين وتجليات القديسين. ربنا عايز يوصل لنا منها إيه؟ وبالذات ظهور الست العذراء. ليه؟ أول حاجة كده تعالوا أنا وحضراتكم نراجع العذراء بالنسبة لنا إيه؟ العذراء تمثل في الكنيسة إيه؟ كني الكنيسة تبص للست العذراء وتقول لها أنتِ والدة الإله. نقول على الست العذراء كده أم الإله. نقول لها أم النور دي أم ربنا طبعا احنا نقصد كده أم الإله المتجسد إن اللي في الحب البي في بطن الست العذراء من أول لحظة هو إله كامل وإنسان كامل عشان كده نقول على الست العذراء ثي أوتوكوس ثي أو تو كوس يعني والدة الإله طبعا ما نقصدش إن الست العذراء ليها طبيعة غير بشرية لا لكن نقول عليها والدة الإله الست العذراء دي مكانتها في الكنيسه عندنا. حسب ما قالت كده ان جميع الاجيال تطوبني، احنا نطوب ونكرم ونعظم الست العذراء ونحطها فوق كل القديسين وفوق كل السمائيين وليها مكانه ارفع من الكل. نؤمن ان الست العذراء غير معصومه من الخطا وتحتاج الى الخلاص زيها زي كل البشر. نؤمن بدوام باتوليه الست العذراء الست العذراء غاليه جدا 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 على كل المصريين وغاليه جدا على الاقباط جدا غاليه جدا على كل مسيح لانها ام المسيح عشان كده دايما نفتكرها في كل صلاه من صلوات الاجبيه بتاعتنا نلاقي قطعة الثالثه او السته لو في قطعة سته بنفتكر فيها الست العذراء ونطلب صلواتها في تسبيحتنا كل يوم عندنا ثيوتوكية. ثيوتوكية يعني تمجيد للست العذراء. ثيوتوكوس عشان نفتكر الست العذراء ومكانتها، وزي ما قلت لحضراتكم كده احنا بنحط الست العذراء فوق كل السمائيين وفوق كل القديسين لانها والدة الاله. دي نظرة الكنيسة للست العذراء. طيب نرجع ونقول ظهور العذراء ربنا عايز يوصل لنا بي ايه؟ انا اتخيل كده مع حضراتكم ان في مجموعه من الرسائل ربنا عايز يوصلها لنا من خلال تجلي وظهور الست العضرة على على كنيستها في الزتون حضراتكم عارفين في تجليات بعد كده طبعا بتاع هو الاشهر لكن في بابا دوبلو في شبرا وفي الوراء وفي اسيوط كلها حاجات يمكن عصرناها وشاهدناها لكن خلينا نتفق كده ان ربنا لماذا سمح بتجلي الست العذراء او عايز يوصل لنا ايه انا اتخيل كده اول رساله هيقولها لنا ربنا من خلال تجلي الست العذراء ربنا عايز يقول لنا كده انا قريب منكم قريب منكم وحاسس بيكم وبسمع صلواتكم وبسمع طلباتكم و الاستجابه بتاعتي ان انا ببعت لكم القديسين انا ببعت لكم المره دي اغلى قديسين والده الاله الست العذراء امي لو جاز التعبير كده ربنا ربنا يسوع المسيح يقول لنا كده انا بعت لكم امي عشان تعرفوا ان انتم قريبين وان انتم غاليين وان انتم ليكم مكانه كبيره عندي انا لما احب اعبر لحد عن مكانته عندي بروح له بنفسي او ابعت له حد قريب غالي قوي عليا اقول له انا بحبك وانا مهتم بيك وانا فاكرك هو ربنا بيعمل معانا كده يخلي القديسين يقولوا لنا كده ان ليكم مكانه وليكم مش اهتمام يعني عايز اقول كده ربنا احنا فارقين معاه ومهتم بكل امورنا فالعضله تيجي تقول لنا ربنا بيحبكم ربنا فاكركم ربنا يقول لنا كده تعالوا اتمتعوا باللي اتمتع بيه يوحنا الحبيب يوحنا الحبيب انا عشان اوصله ان انا بحبه ان انا مهتم بيه عند الصليب كده قلت له بص ادي العذراء هو ده امك ويوحنا قلت له والست العذراء قلت على يوحنا هو ده ابنك انا اتخيل كده ان بصور العذراء ربنا بيعمل معانا نفس الحوار مره تانية بيعمل معانا نفس الكلام اللي عمله مع يوحنا يقول لنا كده هو ده امك العذراء بتتجلى بكل مجدها وبكل بهائها وبكل جمالها يقول لنا دي امك العذراء يا حلوة قوي امنا الست العذراء دي والعكس احنا يقول للست العذراء دول ولادك فالست العذراء تلاقيها بتعمل ايه تصلي عننا وتتشفع عننا وتطلب عننا وطلبات الست العذراء زي ما بنقول كده قوية ومقبولة هي شفاعتك هي صلواتك عننا قوية ومقبولة عند مخلصنا ف أول رسالة بيبعتها لنا ربنا كده على هذا التجلي إن إحنا فارقين مع ربنا أوي 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 وإن ربنا مهتم بينا، فيبعت لنا والدته شخصيًا تطمن علينا وتطمنه علينا، تاخد طلباتنا وتاخد سؤالاتنا تإدهاله وتوصل لنا محبة ربنا واهتمام ربنا ورعاية ربنا لكل واحد مننا، ونشوف في الست العذراء مجد القديسين ومكانتها. حاجة تانية يوصلها لنا كده تجلي الست العذراء على جبل اسف على قباب كنيستها في الزيتون. حقيقة ظهورات القديسين وتجليهم دايماً يبقى مصحوب كده بنوع من انواع خليني اقول كده نوع من انواع الفرح والتعزية. الحقيقة لما تتفرجوا اللي ما حضرش ظهور الست العذراء في الزيتون زي حالاتي كده ونتفرج على الافلام المسجله وعلى اللقطات وعلى حكاوي اهالينا وحكاوي الناس اللي حضرت هذا الظهور قد ايه كان ظهور الست العذراء مبهج وقد ايه ظهور الست العذراء كان مفرح جدا وقد ايه الست العذراء بظهورها فرحت الناس كلها اقول لحضراتكم تاريخيا في الوقت دوت كانت الحاله في مصر مش قد كده كانت الناس متضايقه كان ظهور الست العذراء بعد احداث 67 وكان الناس كان البلد كلها في ضيق جه ظهور الست العذراء عمل نوع من انواع التعزيه الناس المتالمه والناس المتضايقه والناس المجربه لقى ظهور الست العذراء دوت بيعمل ايه بيفرح قلبها بيفرح قلبها كان ربنا خلال قديسيه كده بيطبطب علينا قولنا لنا انا جنبكم ما تزعلوش وما تخافوش اقول لكم حاجه الناس اللي اتعودت على صداقه القديسين وعلى محبتهم القديسين والملائكه تلاقي كده عندهم نوع من انواع الفرح والسلام المستمر واحد زي البابا كرولوس السادس الله ينايح نفسه كان كان يحب قديسين جدا يحب القديس ماريمينا بالذات وليه صداقه حلوه قوي بباقي القديسين كان دايما رامي حملوا عليهم ودايما كانوا يعزوه في ضيقاته ويعزوه في مشاكله ويعزوه في التجارب اللي بيمر بيها يمكن نرجع للبابا كرولوس او يعني نسمع القصه بتاعت البابا كرولوس مره لوحدها لكن هتلاقوا كده ان القديسين كانوا يعزوه ويفرحوه في الضيقه بتاعته فكان ظهور الست العذراء دي ام كل القديسين جايه تعزي كل الذين هم في ضيقة كل المتضايقين كل المجربين يلاقوا في ظهور الست العذراء فرح وتعزية ليهم وعلى فكرة ربنا يعمل كده دايما الذين في ضيقة تلاقي طبطب عليهم أحيانا يبقى ده الاسلوب اللي بيستخدمه ربنا طبطب عليهم من خلال ظهورات القديسين يعني حضراتكم لما ترجعوا كده لتاريخ الكنيسة ولسير الشهداء تلاقي ان كتير من الناس اللي استشهدت نالت اكليل الاستشهاد تلاقي ان كده يقول لك ايه؟ عذبوا الشهيد فلان الفلاني واتحط في السجن وفي السجن ظهرت له ست العذرة واحد تاني يظهر له في السجن الملاك مخيل واحد تالت يظهر له حد من الشهداء او القديسين يعز يعزوه ويطيبوا خاطره ويفرحوه انه قرب يروح السماء وقد تحصل له معجزه شفاء من آلامه ومن جراحاته اللي تعرض لها بسبب التعذيب ويرجع بعد كده يكمل رحله استشهاده بفرح ونشاط عشان ينال بعد كده اكليل الشهاده. اللي انا عايز اقوله كده ان القديسين القديسين ربنا كده بيسمح بوجودهم من اجل تعزيتنا ومن اجل فرحنا فده اللي جت عملته الست العذراء زي ما تخش الست العذراء في أي مكان تبقى سبب بهجة وفرح لهذا المكان. أقول لحضراتكم حاجة كده كل ما نبقى في دقيقة كل ما نبقى في مشكلة كل ما نبقى في تجربة صعبة نادوا على حد من القديسين يبقى موجود مش عشان يعمل معجزة مش عشان يغير الواقع لكن لأ هيحصل حاجة أجمل إن ربنا يسمح بسبب وجود هؤلاء القديسين المنتصرين ان يحصل تعزيه نادوا على الست العذراء في وقت الدقيقه فتلاقيها كده تعمل ايه تعزي ولادها وتفرحهم تعزي ولادها وتفرحهم يبقى قلنا كده ان ربنا بيسمع بزورات قدسين نمرة واحد ربنا بيقول لنا انه قريب مننا نمرة اتنين من اجل تعزيتنا تالت حاجة اقولها لحضراتكم كده سريعة برضو ان ربنا بيسمح بظهور القديسين عشان نتصاحب عليهم نتصاحب على القديسين اقول لحضراتكم حاجه الست العذراء كلنا بنحبها كلنا بنتشفع بيها وما ظنيش في بيت مسيحي في مصر ما فيهوش صوره للست العذراء كبرت او صغرت لكن الست العذراء موجوده في كل بيت ربنا شهوه قلبه ان احنا نتصاحب على القديسين <applause> سواء الست العذراء او بقيه القديسين اللي اللي محوطننا. واحنا نشكر ربنا قديسين كنيستنا لا حصر لهم كنيستنا غنيه جدا 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 بقديسيها ربنا عايزنا نتصاحب عليهم فالست العذراء تظهر فوق قبه كنيستها في الزيتون عشان يقول لنا كده الست العذراء قريبه اهي قدامكم اتصاحبوا عليها وتصاحبوا بقى في السكة على مريم مرقس وعلى ماري جرجس وعلى ماري مينا وعلى بوسفين وعلى بابا كرولوس وعلى الست دميانة وقديسة مارينا كل دول قديسين وفي أكتر وأكتر بكتير أنا لو قعدت أعد القديسين مش هنخلص مش هنخلص لأن قديسينا كتار بس ربنا عايزنا نتصاحب عليهم نتصاحب عليهم يعني نعمل إيه؟ نعرف القديسين دول ونعرف حياتهم وربنا قالها لنا بمنتهى الوضوح كده انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم ربنا عايزنا نتشبه بالقديسين دول نبقى شبههم نبقى صوره زيهم مش في الشكل لكن في الفضيله في الايمان في الثقه بربنا تخيلوا كده واحده تبقى حاطه قدامها ايقونه الست العذراء وعايزه تبقى شبه العذراء مش شكلا لكن في قلب العذراء الحلو او في لسان العذراء المسبح او في طهاره العذراء ما كل العذراء دي مدرسه فضايل مليانه فضايل مش هنعرف نعدها برضو لكن تعالوا كده نتصاحب على العذراء نتعلم منها فضيله ولا اتنين ولا تلاته واحد تاني يتصاحب على مريم مرقص ويعرف سيرته وياخد رجاء ان ربنا اللي اشتغل في مريم مرقص يشتغل فيه وابقى شبه مريم مرقص محب ربنا ناظر الاله الانجيلي مرقص الرسول الطاهر والشهيد اتعلم حاجة من الصفات الحلوة بتاعة ماري مرقص يبقى ربنا هنا بيقول لنا ايه يلا بقى اتصاحبوا على قديسين وقديسين قريبين منكم بيظهروا وسطيكم لان القديسين حقيقة مش وهم اوعوا إيه تفتكروا ان القديسين وهم اوعوا ايوه تفتكروا ان القديسين مش موجودين ده ربنا سمح بهذا التجلي وتجليات الست العذراء وظهورات القديسين عشان نتأكد أن القديسين حقيقة موجودة وسطينا ربنا يسمح لهم بالظهور نتأكد من وجودهم ويقول لنا يلا اتصاحبوا عليهم بقى يلا القديسين هيفرحوا بصدقتهم واقول لكم قديسين لأنهم مش بيغيروا من بعض ومركزين في محبة المسيح صحبوا على أكثر من قديس وأكثر من قديسة وكلهم صدقتهم سهلة جدا وكلهم متاحين وكلهم هيفرحوا إن احنا نبقى اصحابهم ان احنا نبقى قريبين منهم يبقى ثالث حاجه ربنا بيسمح بظهور القديسين عشان او تجلي الست العذراء عشان نتصاحب على القديسين ربنا عايز يقول لنا انه قريب مننا ربنا عايز يقول لنا انه بيعزينا وبيفرحنا في ضيقتنا ربنا عايز يقول لنا تصاحبوا على القديسين استاذن حضراتكم هنخرج لفاصل ونرجع نكمل العذراء في الزيتون او تجلي العضره في الزيتون معنا وحكايات لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين phone الله أبو روح قدس اله واحد امين اهلا بحضراتكم مره تانية وبرنامجنا ساعة الهوى معنا في حكايه وحكاياتنا النهارده عن تجلي العذراء في كنيستها في الزيتون 2 ابريل 68 3 2 ابريل 68 تجلت العذراء على قباب كنيستها في الزيتون 56 سنه على هذا الحدث لكنه حي لسه في وجدان كل من راى وكل من سمع وكان السؤال بتاعنا ليه يا رب سمحت بهذا التجلي ربنا عايز توصل لنا ايه من ورا تجلي العذراء في الزيتون انا تخيلت مع حضراتكم كده ان ربنا سمح بتجلي العذراء في الزيتون نمره واحد عشان يقول لنا انه قريب مننا وقدسين قريبين مننا تاني حاجه اللي تعزيتنا قدسين بيجوا يعزونا ويفرحونا ويطيبوا خاطرنا ويبقوا سبب تعزيه وبهجه لكل انسان. ثالث حاجه عشان نتصاحب على القديسين انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. ربنا عايز حط القديسين قدامنا كده نموذج حلو نقتدي بيه نبقى شبههم نبقى عايشين حياتهم فيحط قدامنا الست العضرة نبقى شبه العضرة نبقى شبه القديسين اللي ارضوا ربنا باعمالهم الصالحه ارضوا الرب بايمانهم أرض ربنا في كل أمور حياتهم من الحاجات كمان اللي ت... اللي تخلي ربنا يسمح بتجلي الست العذراء على قباب كنيستها في الزيتون انا اتخيل كده ان ربنا عايز يقول لنا من خلال تجلي العذراء اطمن ليك نصره اطمن ليك نصره الست العذراء والقديسين واقفين في ظهرك بصندوق وبيدولك قوة وبيدولك نصرة على اللي بيقابلك افتكروا معايا كده ان الست العذراء ساهمت في حل مشاكل وضيقات ناس الضيقة الأشهر اللي كلنا حافظينها الست العذراء في عرس قناة الجليل حست بيهم من غير ما يطلبوا ومن غير ما يقولوا لكن هي شافت ان ولادها محتاجين ولادها في ضيقة ولادها في زنقة فراحت للمسيح لكل مجد وقالت له ليس لهم خمر يا رب اتصرف بقى يا رب اعمل لاجل اسمك وفعلا يستجيب المسيح وتحصل اول معجزه هي معجزه عرس قانا الجليل مش بس كده ده احنا كمان نسمع من التقريد ومن التاريخ قصه الست العذراء مع متياس الرسول متياس الرسول اللي راح بلد اسمه بارتوس يبشر بالمسيح وهو بيبشر خرج شياطين من الناس وكرس باسم المسيح طبعا الشيطان غاز فقبضوا عليه وتحط في السجن بعد ما اتحط في السجن ربنا سمح ان ان يبقى في وسمح انه متياس يصلي ويطلب شفاعه الست العذراء، الست العذراء كان في الوقت دوت لا تزال بالجسد لكن موجوده في اورشليم في بيت يوحنا الحبيب. فتشوف رؤيه كده المسيح بيقول لها تروح لان في سحابه تاخدها البرطوس ديت عشان متياس محبوس هناك وتخرجه وتنقذه من الضيقه اللي هو فيها. فعلا تاخد سحابه سريعه نيره كده تاخد الست العذراء توديها برطوس. تتقابل هناك اول ما توصل للمدينه ديت مع ارمله عجوز بتبكي تقول لها مالك تقول لها ابني عليه روح نجس وكنت سمعت ان في واحد اسمه متياس موجود في بلدنا بيصلي المسيح بيصلي ربنا يسوع فيخرج منه الروح النجس، لكن قبل ما نوصل كانوا قبضوا عليه وحطوه في السجن، طمنتها الست العذراء صليت لها وراحت تشفعت الست العذراء كده للمسيح وطلبت منه انه يفك حبس او يفك القيود اللي في ايدين متياس، ففعلا ربنا سمح بمعجزه جميلة جدا ان كل المعادن اللي في المدينة انصهرت دابت كده فانحلت القيود اللي كانت في دم متياس الرسول وايه انفتح او انحل السجون والقضبان اللي كان واقف وراها وصار متياس حرا ملك المدينه سمع بالقصه دي وجاله الصياغ والتجار وال وكل البلد قلقانين من اللي حصل دوت فقال لهم ده حصل امتى قالوا لما ست غريبه جت المدينه وتيجي المدينة أي يجي الملك يتقابل مع الست العذراء وتكرز له بالمسيح اللي أنا عايز أوصله من القصة أنا عارف حضراتكم يمكن حافظين القصة كويس لكن أنا عايز أقول أن ربنا من خلال القديسين بيقدم لينا يد المعونة عليا أنا وحضراتكم أن احنا نصدق ونفتكر كل ما تيجي قدامنا قصة تجلي الست العذراء أن الناس اللي في السماء دي بتسندنا وبتدينا قوة وبتدينا معونة فاكرين حضراتكم قصة اليشع وتلميذه اليشع النبي كان مع تلميذه عايشين في مغارة فوق تبة كده زي جبل صغير وكان إليشا يعني محاط بمجموعة من جيش الأراميين السوريين وحوطوا حوطوا المكان اللي ساكن فيه إليشا كان اليشع شيخ عجوز كبير السن و وكان لا يملك شيء في الأوضة بتاعته غير عصايته البسيطة وعايش معاه تلميذه وتلميذه طلع الصبح بدري لقى المغارة محاطة بإيه؟ محاطة بجيش آرام فاتخض فرجع لأليشع يقول له كده محاطين بجيش آرام فقال له لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا تلميذ أليشع بص يمين وشمال وفوق وتحت مين اللي معانا ومين اللي أكثر من الذين علينا؟ ما فيش فليش خده بره العليه كده بره الاوضه وقال له تعالى بص فتلميذ ليش عبص لقى جنود ارام هم اللي محاوطين الجبل قال له لا انت بتبص غلط بص فوق وفعلا ابتدى يبص فوق وابتدى ليش يطلب عن تلميذه ويقول لربنا كده افتح يا رب عن عيني الغلام ففعلا ربنا يستجيب ويفتح عن عيني الغلام فيجوش يشوف جيوش السمائيين الموجوده عشان تساند تساند اليشع وتلميذه كان ربنا عايز يقول لنا كده السمائيين دولت بيسندونا وبيقوونا في التجارب وفي الضيقات اللي بت... بتقابلنا بيسندونا ويدونا نصره على الخطيه وحروب الشيطان وده اللي اعلنه القديس ايزيزورس القديس انبا موسى الاسود لما تاب وتعمد بس كانت حرب الشهوه لسه قويه وبتحارب قديس موسى الاسود درجة انه راح حوالي 11 مره في ليله واحده للقديس ايسيزوروس يشتكي له من حرب الشيطان ففي اخر مره كده قال له ما تخافش وطلب من ربنا كده أن يوري له السمائيين الذين يسندونه احنا مسنودين بالقديسين دولت عشان كده بولس الرسول يقول لنا كده قلت لنا سحابه من الشهود مقدار هذا محيطه بنا سحابه الشهود دي تخلينا نعمل ايه نطرح الخطية المحيطة بينا بسهولة، يعني الخطية سهلة ومحيطة بينا وشكل الفكاك منها صعب، لا أهو صحابة الشهود دول يدونا إيه؟ يدونا أمان ونصرة، يدونا أمان ونصرة إن إحنا ننتصر على الخطية وننتصر على الشر، ننتصر على التجربة. القديسين دولت بيسندونا وبيقوونا نطلبهم فتلاقيهم يعملوا إيه؟ يسرعوا إلى نجدتنا لو عندنا هذا الإيمان وهذه الثقة في صلوات القديسين فالعذرة تعمل كده زي ما أنقذتهم يوم عرس قرن الجليل زي ما أنقذتهم أو أنقذت متياس في بارتوس الست العذرة دي أم بقى تخيلوا كده نقول للست العذرة واحد من ولادك محتاجك واحد من ولادك بيتحارب واحد من ولادك الشيطان استلمه واحد من ولادك في ضيقه وفي تجربه الست العذراء ام حنون تدي الاطمئنان وتدي وتدي الحمايه لولادها تدي الاطمئنان والحمايه لولادها انا اتخيل برضو ان من الحاجات الجميله اللي, اللي ربنا سمح بيها بتجلي الست العذراء على قباب كنيستها في الزيتون ان ربنا عايز يحصل لكل واحد مننا معجزة لكن المعجزة دي مش المعجزة اللي احنا بنفكر فيها معجزة تانية كتير من اللي جم شافوا الست العذراء حصل معاهم معجزات ناس عيانة خفت ناس مشلولة قامت ناس مش بتشوف فتحت ناس ما بتتكلمش اتكلمت ناس عليها أرواح نجسة خرجت منها الأرواح النجسة أشكال كتيرة للشفاء حصلت لكثيرين ويمكن لغاية قريب مش عارف لسه موجود ولا كان في كنيسه العذراء اللي في الزيتون كان في مكان كده حاطين فيه كراسي متحركه وعكاكيز وتذكارات من ناس ربنا اتمجد في حياتهم بصلاه الست العذراء وخافوا حلو قوي بس مش ده المعجزه اللي مستنيها المسيح المسيح مستني مننا معجزه اهم وهي معجزه التغيير والتوبه والرجوع لربنا حلو ان احنا ناخد الشفاء الجسدي، حلو ان احنا ناخد الشفاء من امراضنا من امراض نفوسنا واجسادنا، بس احنا الاهم عند ربنا هو ان احنا نخف روحيا نخف من المرض الروحي، المرض الروحي ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الخطية وده اللي يفرق مع ربنا اوي 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 ان انا وحضراتكم نبقى حصلت معانا المعجزة الحقيقية وهي الشفاء. ان احنا نشوف الست العذراء فنشفى من الخطيه ونشتاق الى حياه التوبه ونشتاق الى حياه الطهاره زي الست العذراء مره من المرات قالوا للانبا بخوميوس عايزين انبا بخوميوس اب رهبانه الشركه آه قالوا له كده عايزين نعمل معجزات زيك لو عايزين تعملوا معجزات عايزين تقوموا واحد من الموت خلوا خاطي يتوب عايزين تشفوا ايد مشلوله علموها انها تعطي عايزين تقوموا واحد مخلع علموه انه يروح الكنيسه عايزين تشفوا ايد مشلوله علموها انها تعطي يا ده مفهوم المعجزه اللي عندك او التغيير اللي عندك احنا كلنا مستنيين الشفاء الجسدي لكن الحقيقه اللي عايزه المسيح عبر عنه قديس بخوميوس بمنتهى البراعه ده اللي مستنيه ربنا ان انا وحضراتكم يحصل لنا التغيير الحقيقي او التوبه الحقيقيه ان احنا نتقابل مع ربنا نرجع ونتوب ان احنا نبطل خطيه احنا نرفض الخطيه نبقى عايزين ربنا زي ما الست العذراء كانت عايزه ومرتبطه بالمسيح لكل مجد دي شهوه قلب ربنا اقول لحضراتكم كده المعجزه الجسديه سهلة سهلة وده اللي أعلنه المسيح لما المفلوج أصحابه الأربعة دلوه قدام المسيح وراح المسيح قال له كده مغفورة لك خطاياك فقالوا له يعني إحنا جايبينه عشان تقول له مغفور لك خطاياك ده جاي عشان تقومه فقال لهم أيهما أيسر إياهما أسهل أقول له مغفورة لك خطاياك ولا إنه يقوم ويمشي الأسهل انه يقوم ويمشي الاصعب هو معجزه التوبه معجزه تغيير القلب معجزه تغيير القلب هقول لحضراتكم حاجه ما تزعلوش مني كتير حضروا ظهورات الست العذراء وجم ليله واثنين وتلاتة وسهروا حلو قوي خدوا بركه الست العذراء بس هل كل اللي سهر في انتظار رؤيه العذراء حياته اتغيرت هو ده المطلوب هو ده اللي مطلوب الست العذراء ظهرت عشان انا وانتو نتغير يبقى لي لسان العذراء يبقى لي مخ العضرة، يبقى لي عينين العذراء يبقى لي قلب العضرة، يبقى لي طهارة العضرة، يبقى لي افعال للعضرة، هو ده اللي عايزه ربنا القديسين محطوطين قدامنا عشان زي ما قلت لحضراتكم او زي ما قال لنا الكتاب المقدس يعني نتمثل بايمانهم دي المعجزة الحقيقية والتغيير الحقيقي اللي مستنيه ربنا فربنا يقول لنا كده بصوا للقديسين افرحوا بيهم اتصاحبوا عليهم وتغيروا زيهم عشان كده وصية ربنا بتقول لنا كونوا قديسين كونوا قديسين مش معناها اعملوا معجزات كونوا قديسين معناها كونوا تائبين كونوا قديسين مش معناها ان احنا ننور معناه انهم يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات ربنا شهوه قلبه ان كلنا نبقى شبه الست العذراء ربنا شهوه قلبه ان كلنا نبقى قديسين كلنا نبقى قديسين عشان كده ربنا حط لنا حط ظهور او تجلي الست العذراء عشان نبقى شبهها وحط منور عشان يقول لنا كده انتوا لازم تبقوا منورين كده قدام الناس ما اقصدش رياء ما اقصدش المظهر الخارجي لكن نبقى منورين قدام ربنا نبقى قدام ربنا شبه الست العذراء مش حابب ان انا اكرر تاني ان احنا نبقى شبهها في ايه لكن افتكروا كده الست العذراء تجلت عشان نبقى احنا شبهها والمعجزه الحقيقيه هي معجزه التغيير نبقى شبه ربنا عشان كده ربنا فرح قوي 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 باللي حصل مع قديس موسى الاسود قديس موسى الاسود حصل له ايه فضل اسود الجلد من بره ولكن المعجزة الحقيقة انه صار ايه قديسا وديعا بشوشا كريما ايه اللي حصل حصلت معه معجزة قوية انه تابع الخطية وداء حلاوة المسيح انه ما بقاش الشر اساسي عنده لكن الاساسي اللي عنده هو محبه ربنا يسوع المسيح هو الحياه مع ربنا يسوع المسيح ليه كل مجد يبقى زي ما قلت لحضراتكم كده احنا قصه تجلي العذراء قصه ممتعه جدا لكن خلينا نبقى فاكرين كده ان ربنا سمح بهذا التجلي عشان انا وحضراتكم توصلنا رسايل كتيرة قلنا منهم مجموعة راجعها دلوقتي مع حضراتكم بس قبل ما أرجعها كده فضلكوا كل واحد يركز فيهم ويقول أنا دي الرسالة اللي ربنا بعثها لي النهارده ربنا بعت يقول لنا كده أنت قريب مني وأنا مهتم بيك دي الرسالة الأولى الرسالة الثانية هي رسالة تعزية وفرح لكل من هم في ضيقة القديسين وجودهم في حياتنا يدي تعزية ثالث حاجة يعملها القديسين أو ظهور تجلي العذراء إن يقول لنا كده يلا تصاحبوا على القديسين من أول الست العذراء لغاية أحدث قديس موجود في القنيسة الحاجة اللي بعد كده أن القديسين يقولوا لنا كده بمنتهى القوة اطمن أنت مسنود اطمن ربنا معاك فيه جهادك وفي حربك ضد الخطيه أه الحاجه اللي بعد كده ان ربنا يقول لنا يلا اتغير خليك شبه القديسين اللي اتصاحبت عليهم اللي موجودين جنبك اللي محاطين بيك خليك صوره شبههم تغير الى تلك الصوره من فضلك لان هو ده التغيير اللي مستنيه ربنا مش مستني تغيير المعجزه اللي تحصل في حياتنا استاذن حضراتكم هنخرج مره كمان لفاصل نرجع مرة تانية نتقابل مع حضراتكم وتجلي العذراء على قباب كنيستها في الزيتون ونستقبل أسئلة حضراتكم اللي بتبعتوها لنا أو بتتصلوا بيها على أرقام التليفونات البرنامج بتظهر على الشاشة فاصل ونرجع مرة تانية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين أبو الإبن وروح القدس اله واحد امين اهلا بحضراتكم مره تانية برنامجنا ساعه الهوى الهوا معنا في حكايه وحكايتنا النهارده كانت عن تجلي العذراء في الزيتون يوم الثلاث اتنين ابريل سنه 68 تجلي الست العذراء زي ما قلنا كده ربنا سمح بيه من اجل حاجات حلوه تغير او تتغير في حياتنا حاجة حيات الأولى ربنا بيقول لنا أنه قريب مننا حاجة تانية ان ربنا بيعزينا بزهورات القديسين وتجليهم تالت حاجة ربنا بيدعونا ان احنا نتصاحب على القديسين الحاجة اللي بعد كده ان ربنا بيقول لنا اطمن هناك نصرة وهناك معونة من السمائيين واخر حاجة قلناها ان ربنا بيدعونا الى التغيير نبقى شبه هؤلاء القديسين اللي بيبقوا موجودين في وسطينا بيبقوا موجودين في وسطينا وقلنا ان طريق هذا التغيير هو التوبة والرجوع لربنا نحن نغير سلوكنا نحن نغير تصرفاتنا نبقى شبه القديسين دول مش هنقلتهم كل واحد بشخصيته لكن هناخد منهجهم ان يبقى لنا فكر المسيح يبقى لنا صداقة المسيح يبقى لنا القلب المشغول بالمسيح يبقى لنا الفكر اللي, بيشغل اللي بيشتغل او بيفكر في المسيح دايما هو ده المعجزة او التغيير اللي مستنيه ربنا ربنا علمنا كده احنا مش بنرفض وجود المعجزة بالعكس المعجزة موجودة موجودة من اجل تثبيت ايماننا من اجل زيادة ثقتنا في ربنا من اجل تأكيد عمل الله من خلال قديسيه لكن المعجزه الحقيقيه اللي مستنيها ربنا هو التغيير. ويمكن افكركم بحاجه ان لما جم المسيح يقولوا له كده في ناس مستنياك عايزه تشوف منك منك ايه. يونانيين جايين يتفرجوا على ايه تعملها، ايه يعني معجزه تعملها. فربنا يقول لهم كده جيل شرير وفاسق يطلب ايه ولا تعطى له ايه الا ايه يونان النبي. كان ربنا عايز يقول لنا كده ايه التوبه وآية الرجوع وآية التغيير ويونان اللي يشبه المسيح والخلاص اللي قدمه المسيح على الصليب بالموت والقبر ثلاثة أيام وثلاثة ليالي هو ده اللي عايز يعلنه المسيح لكل مجد إنه أهم من المعجزة الجسدية وهنا أقول رجاء من فضلكم ما تجروش ورا المعجزات المعجزات موجودة موجودة كتيرة ونشكر ربنا إنه يعمل ويتمجد بقوة بس من فضلكم ما تجروش ورا المعجزات لكن اجروا ورا الفضائل نقول يا رب زودني محب زودني ايمان زودني سلام زودني فرح زودني اتضاع زودني تعفف ربنا يفرح قوي بهذه الطلبات ودي الحقيقه هرجع اقول تاني ده التغيير الحقيقي والمعجزه الحقيقيه اللي مستنيها المسيح من كل واحد مننا المسيح مش مستني مننا اكتر من كده لا مستني اكتر مننا اكتر من كده طبعا احنا بقى كلنا ربنا بس اللي عايز اقوله ده اللي شاغل قلب ربنا نبقى شبه هؤلاء القديسين هرجع اقول تاني لا نرفض المعجزة بس من فضلكم ما تجروش ورا المعجزات المسيح حظنا قال لك ان الشيطان هيجي يعمل اعمال مبهرة في اخر الايام هعمل معجزات بس مش للحكم الحكم هنا الفضائل هنا محبه ربنا تمسك بربنا التغيير الداخلي هو الاهم هو اللي بيسعى لربنا كل مجد طبعا جه السؤال المنطقي واللي بيتسال دايما كل ما نتكلم عن القديسين طب واحنا نبقى قد... نصحب على قديسين ازاي نبقى قديسين ازاي نقطة من النقط اللي قلناها نصاحب على القديسين وهنا جه سؤال أو موجود سؤال دايما نتصاحب على القديسين إزاي فكر حضرتك كده قلنا قبل كده عشان أتصاحب على القديسين أول حاجة أعرف سيرتهم أتصاحب على الست العذراء أقرا عن العذراء العذراء اللي في الهيكل والعذراء اللي في بيت يوسف النجار والعذراء اللي راحت خدمت اليسابات والعذراء ورا المسيح والعذراء في بيت يوحنا الحبيب وحياة العذراء ممتدة لغاية دلوقتي بمعجزاتها وبركتها وصلواتها بس اللي عايز أقوله كده أول حاجة نعملها عشان صاحب على الست العذراء أو أي حد من القديسين من فضلكم اهتموا أن أنتوا تعرفوا سيرتهم اهتموا أن أنتوا تعرفوا قصصهم وليس فقط معجزاتهم تاني حاجة زي ما اتعلمنا من البابا كرولوس كده مع مينا نعتبر إن القديس ده صديقي بتعامل معاي بتحرك معاي ليه صورة موجودة عندي أو أيقونة موجودة عن صورة موجودة عندي بطلب شفاعته بيصلي معايا بيتحرك معايا ما احنا أصحاب أنا عرفت عنه كل حاجة الأول وبعد كده بقينا بنتحرك مع بعض بنتحرك مع بعض في المسيح يعني أقول لكم على تدريب جميل علموه لنا بعض الآباء قال لك كده إن لما تيجي تصلي لما تيجي تصلي اطلب شفيعك يقف يصلي معاك ويقول هنا لما نعمل الحركة دي احنا بنصاحب على الشفية بتاعنا اكتر ونعمل حاجة بيحبها تخيلي كده او تخيل كده انت والست العضلة اصحاب وطلبت من العضلة تقف تصلي معاك هتصلي معانا وهنا يتحقق فيها الوعد اللي قاله المسيح اذا اجتمع اتنين او ثلاثة باسمي فاكون في وسطهم اكون في وسطهم فهنا نجتمع باسم المسيح ب شفاعته بصلوات القديسين سحابة القديسين المحيطة بينا دائما يبقى أسهل طريق إن احنا نصعب على القديسين اقرأ عنهم شاركهم حط أيقونتهم شاركهم أحداث يومك وبالوقت نصير قديسين وتحصل الحاجة الأجمل بعد كده إن احنا نتكلم عنهم كتير زي ما كان بابا كرولوس بيتكلم كتير على ماريمينا كل ما اتكلمنا معاهم كتير واتكلمنا عنهم كتير صداقتنا ليهم تزداد اكثر فاكثر طريق القداسة ده السؤال اللي بعد كده ازاي نبقى قديسين ربنا حط طريق قداسة نحن نحط قدامنا المسيح ليه كل مجد نحن نقدم توبة صادقة عن خطيتنا اول طريق القداسة يبتدي به التوبة خلينا نتفق كده القديس العظيم انبا موسى الاسود او القوي انبا موسى زي ما بتقولوا كنيسة كده في تسابيحها وليتورجياتها تقول على القديس القوي انبا موسى أمبى موسى اول خطوة عملها انه قدم توبة لربنا بعد كده بعد التوبة نبتدي كده خطوات القداسة ان انا اتصاحب على ربنا من خلال الصلاه باشكالها وخلال قرايه الكتاب المقدس او القراءات الروحيه باشكالها. معانا اتصال مدام فتحيه. يلا يلا. استاذه سبوحيه اتفضلي. الو ايوه سابونا. اهلا بيك. طب الايادي. ربنا يخليك اتفضلي. كل سنه وعسر طيب. وحضرتك بالف خير. انا اسمي صبحيه مش فتحيه بونا صبحيه انا اسف جدا لا صبحية. لا لا, لا مبرهنت انا عشان اكلم امك يعني لا اتفضلي بس بونا انا اتحطيت في موقف مش حلو خالص فانا زعلت وانكرته في وجودي في حياتي وقلت له انت, أنت أه ما انت معلش بونا ممكن تخلي الاتصال لقدسك بس لا اول للاسف احنا على الهوا دلوقتي ما انا يعني عشان خاطر بس يعني عايزه الموضوع يبقى لقدسك يعني انا سلا اه يعني هو هو مش يعني مش هينفع بس ممكن ترجعي مره ثانيه للكنترول ياخدوا تليفونك ونبقى نتصل بحضرتك شكرا آه بصوا يعني يعني <applause> تعليق صغير بس ربنا ربنا رحمته كبيرة جدا لكل من يتوب ربنا ما بيقفش لينا أو علينا بالوحدة لكن ربنا مرحمه وقلبه وسعين جدا 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 ثقوا في هذا وإن ربنا شهوة قلبه إن كلنا نخش السماء وان كلنا نبقى قديسين تاني شهوة قلب ربنا لكل ان احنا نبقى قديسين شهوة قلب ربنا ان احنا نخش السماء وربنا بيعمل من اجل هذا ربنا بيعمل من اجل هذا اقول لكم بقى صداقة الست العذراء جميلة جدا وممتعة جدا الست العذراء من اسهل الناس اللي نصاحب عليها ليه؟ لانها اول حاجه هي ام المسيح هي امنا كلنا وبتتعامل معانا دائما بهذا المنطلق تتعامل معانا دائما بهذا المنطلق العذراء احنا بنقول لك ده عذرة يا امي أو امنا عذرة وتلاقوا ألحان وتراتيل ومدايح كتير اوي فيها المعنى دوت امومة الست العذراء ما تتوصفش ما تتوصفش عشان كدة العذراء كأم لو مثل حلو قوي قوي أوي, أوي, أوي للصداقة في نفس الوقت مثل حلو قوي لي أو مشجع قوي على التغيير أقول لحضراتكم كده موقف حكى أحد الأباء موقف جميل قوي بيقول كان معاه مجموعة من البنات كانوا صعبين شوية كده في, في سلوكهم وكان طالع بيهم رحلة باسم الكنيسة لأحد الأديورة وكان قلقان من سلوك البنات دولت وفعلًا راحوا لاحد اديره كانت احد اديره الراهبات وكان يعني إيه السيطره عليهم صعبه قوي قوي وسلوكهم كده في بعض الملاحظات بس كان في ام طيبه جدعه كده جمعت البنات جمعت البنات وراحت عملت حركه جميله قوي جابت البنات دول كان عددهم حوالي 20 بنت حطت قدامهم ايقونه للست العذراء وابتدت تكلمهم عن العذراء ابتدت تخليهم هم يطلعوا آه الحاجات اللي بتعجبهم في حياه الست العذراء فابونا بيقول كده بعد القعده دي ايقونه الست العذراء والكلام عن العذراء انا مروح بالبنات مختلفين فيهم تغيير. فكان تعليق ابونا لذيذ قوي. قال كده البنات دول دخلوا في حضن العذراء وخرجوا مختلفين. بنات دول خرجوا في حضن العاضره وخرجوا مختلفين. هرجع اقول تاني كده ان ربنا لكل مجد من محبته لينا سمح بوجود قديسين في حياتنا. ربنا من محبته لينا سمح من 56 سنه بتجلي الست العذراء تجليات استمرت لفترات طويله جدا. ليه؟ احنا حاولنا النهارده ان احنا نفكر مع بعض في ان التجليات دي بتعلن نمرة واحد إن ربنا قريب مننا وبيحبنا. نمرة اتنين التجليات دي بتعلن إن ربنا بيعزينا في ضيقتنا. تلاتة ربنا عايزنا نتصادق على القديسين. أربعة ربنا عايز يقول لنا إن احنا في أمان وإن القديسين دول بيحاربوا معانا. خامس حاجة وآخر حاجة قلناها إن ربنا عايزنا نتغير إلى صورة هؤلاء القديسين. تجلي الست العذراء هنحتفل بيه بعد يومين الست العذراء مكانتها في كنيسة كبيره قوي يلا انا وحضراتكم كده نركز في نقطه من النقط الخمسه دول ونتمتع بيها في علاقتنا بربنا نتمتع بيها من خلال تاملنا في شخص الست العذراء لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين